يقول: من صلى النافلة في بيته في صلاة الفجر ثم أتى المسجد، فهل يجلس أم يصلي تحية المسجد؟ إذا صلى راتبة الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد قبل الإقامة، فإن شاء صلى راتبة تحية المسجد وإن شاء جلس، لأن تحية المسجد ليست واجبة، إن فعلها فهو أحسن، وإن تركها فلا إثم عليه.